بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد موضوع الانكزايتي. الانكزايتي في الاول كده بيقول لك في عندنا حاجه اسمها انكزايتي ديس اوردر، موضوع اكبر من الانكزايتي اسمه انكزايتي ديس اوردر. نقسمهم لك المواضيع بتاعت الانكزايتي ثلاثه ماشي. في عندنا ثلاثه همت كلهم عباره عن ديس اوردرز. في حاجه اسمها جاد اللي هي جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر، ودي اللي هنتكلم عنها. حاجه اسمها او سي دي اللي هي اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر اللي هو الوسواس القهري، وكمان ديس اوردر اسمه بانيك ديس اوردر. ادي ثلاثه ايه، ثلاثه ديس اوردر. طيب في ثلاثه كمان حطهم مع بعض كده، فوبيا، حاجه اسمها سيمبل فوبيا وسوشيال فوبيا وبوست تروماتيك فوبيا ماشي. الجاد هنتكلم عنه دلوقتي، الاو سي دي اللي هو الوسواس القهري ده برده موضوع هنتكلم عنه ايه بالتفصيل، والبانيك ديس اوردر ده برده موضوع لوحده. طيب ايه الثلاثه فوبيا دول نخلص منهم؟ السيمبل فوبيا بيقول لك ايه، بيخاف من حاجات بسيطه اللي هي بتخوف، يعني واحد بيخاف من الثعابين، واحد بيخاف من الدم، واحد بيخاف من المرتفعات، ديت كلنا فيه، كل واحد بيخاف من حاجه معينه من الحاجات دي. طيب السوشيال فوبيا ده اللي بيخاف ان هو يتكلم قدام الناس، فير اوف بابليك سبيكينج. طيب البوست تروماتيك فوبيا ده مثلا حد حصل له موقف صعب في حياته ولا كده، وخد تروما نفسيه، فبدا يحلم بيجي له كوابيس كل شويه ومش عارف ايه، اسمها بوست تروماتيك ماشي. ده كده بالنسبه للتقسيمه بتاعت الايه، الانكزايتي عموما. تمام. في بعد كده مربع كده فيه شويه ديفينيشن بيقول لك ايه الفرق بين الفير والانكزايتي. الفير دوت سادن ريسبونس تو نون اكسترنال ديفينيت، يعني انت بتخاف فجاه من حاجه فعلا بتخوف، حاجه احنا كلنا عارفين انها بتخوف. انا مثلا خوفتك بحاجه معينه او خضيتك او كده، يبقى ده اسمه فير، مش ده حاجه طبيعيه خالص. طيب الانكزايتي بيقول لك ايه الفوكست، سنس اوف فير، يعني هو عنده فير بس تساله من ايه يقول لك انا مش عارف، هو خايف من حاجه مش الفوكس، مش محدد قوي. نوت اتاتشد تو اني ايديا او سيتويشن، مش بيقول لك انا بخاف من حاجه معينه، لا هو خايف وخلاص، دي اسمها انكزايتي. ايه الفوكس، دي سنس اوف فير. الانكزايتي نفسها متقسمه حاجتين، نورمال انكزايتي وباثولوجيكال انكزايتي. خدهم هما الاثنين كده في ايه، في مقارنه مع بعض. النورمال انكزايتي ديت اللي هو ايه، طالب الطب قبل الامتحان عنده شويه خوف كده، الخوف دوت ما بيبقاش سيفير، ليس سيفير، هتيجي تقارنه بالباثولوجيكال هتلاقيه مور سيفير. طيب الانكزايتي اللي عند طالب الطب شورت ولا لونج؟ شورت اللي هي الفتره بتاعت الامتحان بس، لكن في المقابل الناحيه الثانيه الباثولوجيكال لونج. طيب النورمال بيكون ادابتيف ريسبونس، هو بيعمل كده عشان يعمل ايه، ادابتيشن لنفسه، يعرف يذاكر وبتاع مش عارف ايه، لكن الثانيه مال ادابتيف. طيب الاولى ويز نو سفرنج، النورمال انكزايتي هي خوف بسيط ما فيش سفرنج منه، لكن الثاني فيه سفرنج. الاولى بتحسن البرفورمانس، ده اللي هيخليك تذاكر عشان خايف من الامتحان، لكن لو ما فيش النورمال انكزايتي بتاعتك اللي عندنا دي مش هتعمل حاجه، مش هتذاكر، فديت بتحسن الايه البرفورمانس. على عكس الباثولوجيكال انكزايتي بتنترفير مع حياتك كلها، ما بتخليكش تعرف تعمل اي حاجه لانك خايف خوف شديد، او باثولوجيكال انكزايتي ومور سيفير ومش عارف ايه، فبتهندر الايه البرفورمانس، يعني بتعوق الحياه بتاعتك وتعوق العمل بتاعك. طيب في بعد كده حاجه اسمها ابريهنشن وفوبيا. الابريهنشن دوت تعريفه انتنس فير، خوف شديد بس من حاجه ما بتخوفش اصلا، يعني يقول لك ايه، يشوف مثلا الم يخاف من الالم، يرمي الالم كده، ايه يا ابني في ايه ده الم عادي، لا ده الالم دوت مشكله، ده اوفر هيلمنج سيتنج سيتويشن، الحق ده الالم ده هينفجر، انت مجنون، لا هو كده، ده اسمه ايه ابريهنشن، بيخاف من حاجه جامد جدا مع ان الحاجه ديت اصلا نون فيرفول. طب نيجي على الفوبيا، بيقول لك دوت ايه، اكسجريتد باثولوجيكال دريد اوف سام ايديا، كلمه دريد يعني خوف شديد برده، يعني بيخاف خوف شديد بس من حاجه هي يعني هي معروف ان هي ايه بتخوف، او هي الحاجه دي بالنسبه له بتخوف، زي مثلا واحد عنده فوبيا من القطط مثلا، واحد عنده فوبيا مش عارف من ايه، كذا كذا فوبيا كده. يبقى دي كذا ديفينيشن اهوت، عشان لو جاب ديفينيشن فيهم وقال لك اختار الايه المصطلح بتاعه تكون عارف. قلنا فير وانكزايتي، والانكزايتي نورمال وباثولوجيكال، وفي ابريهنشن وفوبيا ماشي. طيب في عندنا في رسمه كده في اخر صفحه 130، الرسمه ديت بيقول لك ايه، افهمها عشان هتفيدنا دلوقتي في كلينيكال بيكشر كمان شويه. بيقول لك ايه الفرق بين النورمال ستريس والابنورمال ستريس ريسبونس، يعني احنا في الطبيعه لما حصل لنا ستريس بيقول لك في شويه كورتيزون بيطلعوا اللي هو الجلوكوكورتيكويد ريليز. الكورتيزون دوت لما بيطلع بيروح للمخ هناك يعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، وبالتالي السي ار اف اللي هو الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور هتقل، ولما تقل الاي سي تي اتش هيقل، وبالتالي الكورتيزون اللي طالع هيبدا يقل، لانك زودت الكورتيزون في الاول فالنيجاتيف فيدباك ايه هينظمه يقلله لك تاني. على عكس بقى الابنورمال ستريس ريسبونس، بص كده في الابنورمال ستريس ريسبونس هتفهم دلوقتي اللي هيحصل، لان دوت هيفيدنا كمان شويه. بيقول لك في الابنورمال ستريس ريسبونس الكورتيزون بيطلع بكميه كبيره جدا، جلوكوكورتيكويد ريليز، بس شرط ان الاستريس دوت يبقى كرونيك، لان الكميه بتاعه الكورتيزون تفضل مستمره معاك طالعه على طول على طول على طول، فتروح كميه الكورتيزون الكتير ديت تروح على المخ تعمل حاجه اسمها هيبوكامبال اتروفي. طيب هو الهيبوكامبال لما يحصل فيها اتروفي، الوظيفه بتاعت الهيبوكامبس اللي كانت بتحصل اللي هي بتاعت النيجاتيف فيدباك ما بقتش تحصل، يعني الاول كان بيعمل نيجاتيف فيدباك، وكان بيقلل كان بيعمل
بيقلل السي ار اف اللي هو الكورتيكوتيرمين ريزنج فاكتور او ريزنج هرمون بيقلله، وبالتالي الكورتيزون بيقل في الاخر. هنا المره دي حصل ديس انهيبيشن، ما بقتش اعمل الانهيبيشن دوت، فاصبح عندك الكورتيكوتيرمين ريزنج فاكتور بيطلع بكميه كبيره، وبالتالي الاي سي تي اتش بيطلع بكميه كبيره، وبالتالي الكورتيزون هيزيد اكتر، وتخش بقى في فيشا سيركل بقى ايه، حلقه مفرغه عملت تزود الكورتيزون كورتيزون، والكورتيزون يعمل هيبوكامبال اتروفي اكتر، والحلقه دي تفضل شغاله على طول. ده كده يعني الفكره بتاعت الابنورمال ستريس ماشي، او الكرونيك ستريس. طيب ارجع تاني للموضوع، انا بقى هنتكلم على الايه، اول نوع من الست انواع بتوع الانكزايتي. احنا اتفقنا في ثلاثه ديس اوردر وثلاثه فوبيا، بنتكلم دلوقتي على اول نوع اللي هو الجاد، اللي هو الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر. طيب مين تعرفوا بقى، خلاص تعتبر انت فاهم الكلام، سستيند اكسسيف انكزايتي اند وري. طيب لو جيت اقول لك هو دوت يعتبر نورمال انكزايتي ولا باثولوجيكال؟ باثولوجيكال طبعا، لان ده حياته كلها متعطله، انترفير اهو، انترفير ويز الاسبكت اوف البيرسون لايف. طيب اسوشيتد مع ثلاث حاجات من جماعه، في كلمه ماك، ام اي سي، الام موتور، والاي اوتونوميك، والسي كوجنيتيف فيجيلانس. يبقى موتور تنشن، اوتونوميك هايبر اكتيفيتي، وكوجنيتيف فيجيلانس. يعني الكلام ده يعني تلاقي العيان بتاع الجاد الجنرالايز انكزايتيز ده هتلاقيه على طول هو قاعد عمال يهز في رجله ماشي، يجي له صداع كتير، مش مستريح كده ماشي، ده اسمها موتور، حركات غريبه كده عمال يهز رجله على طول ما هو قاعد، ده كده عنده ايه، جاد. طيب اوتونوميك ده بغض النظر طبعا مالناش دعوه بالزميلك اللي قاعد جنبك في الديسك عمال يهز رجله على طول، ده ما عندوش حاجه. الثاني اوتونوميك بيكون عنده ايه، مثلا حاجات اوتونوميك، يعني مثلا شورتنس اوف بريس، اكسسيف سويتنج، يقول لك بطني وجعاني، في مغص، مش عارف ايه، صداع، الحاجات اللي هي بتاعه الاوتونوميك مانيفيستاشن كلها. طيب السي كوجنيتيف فيجيلانس، يعني معناها بالعربي كده ايه، مستيقظ على طول كده، مركز على طول، مش عارف ينام، ايفيدنس باي ايريتابيليتي ماشي، معناها ايريتابيليتي ماشي. وفي كلمه كمان كده غريبه بيقول لك ايه، الايز ويز ويتش البيشنت ستارت، يعني دايما البيشنت بيبدا بحاجه سهله، بيبدا بحاجه بسيطه، ما بيكونش ظاهر عليه الاعراض بتاعه الانكزايتي دي. امال العين بتاع الانكزايتي بيبدا ازاي؟ بص كده السطرين الثلاثه اللي مكتوبين تحتها دي، بيقول لك البيشنت بتاع الجاد دوت بيبدا في الاول ان هو يروح لدكتور جي بي او يروح لدكتور بطن عادي، بيروح بيكون مثلا بيشتكي مثلا من سوماتيك سيمتوم، عنده مثلا مشكله في جي تي، عنده بيقول انا بعرق كتير، انا نفسي سريع، ما بعرفش اخد نفسي، عنده صداع، فهي مشكله في الاول سوماتيك. بعد كده بقى نادرا بيقول لك سبيسيفيك ميديكال ديس اوردر از ريلي فاوند ماشي، يعني انت اصلا مش بتلاقي المشكله بتاعت الانكزايتي ديت في الاول، بتلاقيها بعد كده، بتشوفها في الاخر يعني، بس بقول لك في الاول عشان اقول لك في الكيس. العيان بيبدا في الاول يدور على سيك اوت، دي كلمه مميزه، يدور على جنرال براكتيشنر او ايه، او طبيب بطنه، انترنال ميديسن ماشي، انترنست. تمام، الابيديميولوجي ده تقراه عادي، بيقول لك ربع العيادات اللي بتعالج الانكزايتي بتكون عباره عن جاد، والانسيدنس بيكون 8% من السته اللي احنا قلناهم دول، بيكون 8% جاد، والسكس في الفيميل اكتر من الميل بنسبه 2:1، والايج في الايه في العشرين. الكوموربيديتي بيقول لك 50-90% من عينين الجاد بيكون معاهم اذر منتال ديس اوردر، وربع العينين دول بيكون معاهم بانيك ديس اوردر. بانيك ديس اوردر ده كان من ضمن الايه ديس اوردر بتوع الانكزايتي اللي هو كان رقم 3 ماشي. خش بقى على الحته المهمه عندنا اللي هي الايتيولوجي. الايتيولوجي بيقول لك ايه، البيولوجيكال بيزس اوف انكزايتي سيمبتومز، يعني ايه، يعني هو ده الاساس، ايه الاساس العلمي، ايه الاساس البيولوجي اللي بيحصل عشان يكون عندي انكزايتي. بعد ما خلاص هتلاقي فيه شويه حاجات اسوشيتد مع الانكزايتي، بس هو ده هو المهم، اللي هو ليه البيولوجيكال بيزيس. بيقول لك الانكزايتي اند فير سيركت، ده برضو سؤال مهم، ايه السيركت بتاعه الانكزايتي والفير. اول حاجه السنتر بتاعها في الاميجدالا، السنتر بتاعها فين؟ في الاميجدالا، ده ام سي كيو، سنتر اوف ذا فير اند انكزايتي موجود فين؟ في الاميجدالا. طيب بيقول لك متصله مع ايه، متصله مع الاي سي سي والاو اف سي. الاي سي سي اللي هي الانتيريور سنجلت جايروس، انتيريور سنجلت كورتكس، والاو اف سي اوربيتو فرونتال كورتكس ماشي. الايفكت اللي هيظهر عليه بقى لما ده بتاثر على الاميجدالا والحاجات ديت، ايه اللي هيظهر؟ هيظهر حاجتين، افويدنس وفايت اند فلايت افكت، افويدنس وفايت اند فلايت افكت، كل واحده فيهم. افويدنس يعني ايه، يقول لك ايه، اللي عنده دوت بيحاول يبعد نفسه دايما عن كل حاجه ماشي. ودوت بيكون كونكشن، بيكون كونكشن بين الاميجدالا وحاجه اسمها الباج، بري اكوداكتال جري ماتر، بري اكوداكتال جري ماتر، دي حاجه اسمها ايه، الافويدنس. والسنتر بتاعها او الباسوي بتاعها، السيركت بتاعتها كونكشن بين الاميجدالا والباج ماشي. يبقى تحس عشان تفتكرها افويدنس، يقول لك ايه، انا واخد شنطتي وماشي، هسيبكم رايح فين يا عم، انا هعمل افويدنس. فتفتكرها واخد شنطتي، شنطتي يعني ايه باج، يبقى اتصال بين الاميجدالا والباج اللي هي البي اي جي، بري اكوداكتال جري ماتر. طيب الحاجه الثانيه قلنا فايت اند فلايت افكت، اللي هو ايه، شعور الخوف من الطياره او كده، في شعور دايما هو خايف، اللي هو لما تيجي تركب طياره، لما تيجي تتخانق، فبيسموها فايت اند فلايت افكت. اللي بيحصل فيها يا جماعه في كلمه بيسا، بي اي اس اي، بيسا، البي بريسنج اوتبوت، ايه اللي بيحصل للنفس بتاعك؟
تلاقي عندك تاكيبنيا وديزنيا وازمه اكسسبيشن لو انت كنت عيان ازمه وسنس اوف بينج مصر تحس ان حد طابق على نفسك كده كاتم نفسك. فده ده كل الحاجات اللي بتحصل في التنفس دي بتكون مع العيان بتاع الجاد. طيب الاتصال بين ايه وايه؟ بين برضو الاميجدالا هو ده اسمها بريسنج بحرف البي ومتوصله مع حاجه بحرف البي ده فيها 2 بي كمان اللي هي البارا بارا بريكيال نيوكلس او البي بي ان بارا بريكيال نيوكلس بحرف البي يبقى ديت متوصله مع الاميجدالا عشان تنظم البريسنج اوتبوت. طيب بعد كده عندنا حرف الاي اندوكراينال اوتبوت ديت بيكون عندك زياده في تايب 2 دايابيتس حاجه من شابتر الاندوكراين اهي زياده في الريسك اوف كورونري ارتري ديزيز لو افتكرتها ماشي. الكونكشن بتوين الاميجدالا وحاجه اسمها اتش بي اي اللي هي الهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس ماشي دي تفكرك بالاندوكراين هايبوثالامو وبيتيوتري وادرينال جلاند كلهم حاجات اندوكراين فديت ايه مش يعني مش صعب انك تفتكرها. بعد كده اوتونوميك كلمه بيسا بي اي تحت الاس الاستريس زي لسه شرحنا من شويه بيقول لك الكرونيك ستريس هيعمل ايه هيطلع اكسسيف كورتيزون كتير وبالتالي يعمل هيبوكامبال اتروفي وبالتالي الباسوي اللي هو نيجاتيف فيدباك دوت ايه مش هيحصل هتلاقي السي ار اتش او السي ار اف هيعلى جامد تمام. طيب مش بس كده انت مش بس تعمل هيبوكامبال اتروفي ده انت كمان الحاجات اللي كانت بتعمل نيرف جروس هتقللها حاجه اسمها برين درايفد نيوروتروبيك فاكتور الحاجات ديت كانت بتزود النيرف جروس دلوقتي انت قللتها يعني عملت اتروفي مش بس كده ده انت كمان قللت الايه الحاجات اللي بتعمل جروس عندك ماشي كده. بي اي اس فضل حرف الايه اوتونوميك الاوتونوميك يعني ايه بقى هتلاقي عنده الهارت ريت عالي البلاد بريشر عالي يخش في اثيروسكلروزيس يخش في ام اي ممكن يخش في سادن ديس الحاجات دي كلها ايه اوتونوميك مانيفيستاشن اهي. طيب الباسوي بتاعها او الكونكشن بتاعها اميجدالا مع لوكاس سيريولس لوكاس سيلولس وهي ملهاش اي تحشيشه يعني احفظها بقى مع نفسك اميجدالا مع لوكاس سيلولس. طيب بالنسبه للديس اوردر اسوشيتد هتلاقي حاجات نيورولوجيكال اسوشيتد معايا وحاجات سيستميك وحاجات توكسيك وحاجات ميسيلينيس اقراهم مش مهمين قوي اقراهم كده اعرف لك منهم كل واحده كده نقطتين جنبها ولا حاجه. طيب الديفرنشال دياجنوزيس انت لسه من شويه بيكون اسوشيتد مع ايه مع سيستميك ونيورولوجيكال ديس اوردر يبقى تخش الديفرنشال دياجنوزيس معايا هنا كو اوكيرنج انكزايتي لو معاه حاجه ثانيه من انكزايتي زي مثلا البانيك ديس اوردر احنا بنتكلم دلوقتي في الجنرال في الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر افرض معاه بانيك ديس اوردر او انت عاوز تفرقه عن البانيك ديس اوردر تفرقهم ازاي بيقول لك البانيك ديس اوردر دوت بيكون معاه سبونتينوس بانيك اتاك لكن هنا الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر مفيش اتاك ده هو ايه كرونيك على طول في انكزايتي على طول مفيش اتاكس يبقى الاتاكس ديت موجوده في الايه في البانيك ديس اوردر تفرقه عن الموضوع بتاعي اللي هو الايه الجيت ماشي. بعد كده الكورس والبروجنوز بيقول لك تلت العينين بيحاولوا يدوروا على سايكولوجيكال تريتمنت التلتين اللي فاضلين لا مش التلتين اللي فاضلين التلتين بتوع الناس اللي بيدوروا على تريتمنت هو بيقول لك تلت العينين بيدوروا على تريتمنت تلتين العينين اللي بيدوروا على تريتمنت بيدوروا بسبب السوماتيك كومبوننت زي ما قلنا بيروح لدكتور بطنه في الاول يروح لدكتور جي بي مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب التريتمنت بيقول لك ميديكال وسايكوثيرا بس السايكوثيرا دي خلصان منها يعني خلاص يعملوا اليمينيشن للستريس سبورتيف مش عارف ايه بيهيفيرال ابروتش وريلاكسيشن ظبط في شويه حاجات كده استنبس ثبت السايكوثيرا بتستنب كده بحيث تحطها في اي مرض يجي لك بعد كده في التريكن. الميديكال بقى هو عنده انكزايتي صح عنده انكزايتي عامل انكزايتي عشان تهديه تقول له اهدى تقول له بس ثلاث مرات بس. طيب بس البي واس بي واس وبي اس 3 بي و3 اس بس انت عندك انكزايتي طب اهدى بس اهدى بس طيب البي الاولانيه هنديله بنزو دايزيبين البي الثانيه بس بايرون طيب البي الثالثه بيتا بلوكر عشان تهدي الاوتونوميك والحاجات دي ادي الثلاثه بي. طب الثلاثة اس سيلكتيف سيريتونين ريابتيك انهيبيتور والسيريتون النور ابينفرين ريابتيك انهيبيتور وتراي سايكليك انتي ديبريسن يبقى 3 بي و3 اس كده الحمد لله خلصنا الانكزايتي.